بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة آل عمران. الدرس 29. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد سبق الكلام على قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، إلى قوله تعالى: فإن الله غني عن العالمين. وبقي أن نذكر ما نستطيع من أحكام هذه الآية الكريمة، فيؤخذ منها أولا أن الكعبة المشرفة هي أول بيوت الله في الأرض، فهي سابقة لبيت المقدس وبعدها بيت المقدس. قد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم بين بناء الكعبة وبناء بيت المقدس؟ فقال: 40 سنة. وأوليتها تقتضي أنها أشرف البيوت وأعظم بيوت الله عز وجل، وهذا واضح من قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا عن 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، صلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد. ولأن المسجد الحرام يرد مقدما في الذكر على غيره، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. ثانيا، يؤخذ من الآية الكريمة أن الكعبة هي قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أمر أن يتبع ملة إبراهيم، ومن ذلك استقبال الكعبة المشرفة بدلا من استقبال بيت المقدس. فقد نسخ الله سبحانه استقبال بيت المقدس استقبال الكعبة، كما قال تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ففي هذا رد على اليهود الذين شككوا في استقبال الكعبة وقالوا: محمد يترك قبلة الأنبياء من قبله ويستقبل الكعبة. فالله بين سبحانه أن الكعبة هي أول بيت وضع للناس، وأن الذي بناه هو إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام، فهي أحق بالاستقبال. لو كان الأمر من ناحية النظر، ولكن الأمر من ناحية الشرع، فالواجب على العباد أن يمتثلوا أمر الله سبحانه وتعالى، فحيثما وجههم في صلاتهم يتوجهون ولا يعترضون على الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني حسب ما يأمر الله جل وعلا به.
وقال سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، الآية، من آمن بالله. ولا يكون الإنسان مؤمنا بالله إلا إذا امتثل أوامره سبحانه وتعالى واجتنب ما نهى عنه. وقد أمر سبحانه وتعالى باستقبال الكعبة، فيجب على كل مسلم أن يستقبل الكعبة دون أي اعتراض أو إشكال، لأن الأمر هو أمر الله جل وعلا. ثالثا، يؤخذ من الآية الكريمة عموم بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لجميع العالم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولله على الناس حج البيت. لله على الناس، هذا لفظ عام يقتضي أن بعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم للناس عامة، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فاستقبال الكعبة بالصلاة واجبة على كل الناس، وهذا مما يدل على عموم شريعة الإسلام وعموم شريعة بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لكل العالم. ثالثا، يؤخذ من الآية أو رابعا يؤخذ من الآية أن الذي لا يستقبل الكعبة بعد الأمر باستقبالها ليس هو على ملة إبراهيم. وفي هذا رد على اليهود الذين يزعمون أنهم على دين إبراهيم ومع هذا لا يستقبلون قبلته، وأن من كان على دين إبراهيم فإنه يتبع محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه بعث بملة إبراهيم، كما قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فالذي ينتسب إلى دين إبراهيم ولا يتبع محمد صلى الله عليه وسلم يكون كاذبا في دعواه. وخامسا، يؤخذ من هذه الآية الكريمة بيان خصائص هذا البيت، وهذه الخصائص كثيرة ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، وذكر أهمها وأعظمها، قال: مباركا، فهذا البيت مبارك، لأن العمل عنده وزيارته بحج أو عمرة والطواف به والصلاة عنده مضاعفة، كما قال صلى الله عليه وسلم: صلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة فيما سواه. وفي الآية الأخرى يقول: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، مثابة للناس أي مكسبة للثواب ومضاعفة الحسنات. وقيل المثابة المرجع، أي أنهم يذهبون ويرجعون إليه ويترددون عليه ولا ينقطع طمعهم بزيارته والتردد عليه، لما خصه الله تعالى به من المحبة التي في القلوب. ومن خصائص هذا البيت أنه هدى للعالمين، هدى، والهدى يراد به الدلالة على الخير، ويراد به أيضا توفيق للخير. فالدلالة دلالتان: دلالة هداية ودلالة توفيق.
وثبوت على الحق. فهذا البيت العتيق فيه هدى للناس، لأن الناس إذا زاروه وبحج أو عمرة أو صلوا عنده فإنه تحصل لهم الهداية في القلوب والخشوع والطمأنينة والقناعة بعبادة الله عز وجل، تقر أعينهم بذلك، تكفر عنهم سيئاتهم وتضاعف لهم حسناتهم، يتقوى إيمانهم ويزداد يقينهم إذا زاروا هذا البيت واستمتعوا برؤيته والعبادة حوله. وأرى أن الوقت قد انتهى، فنؤجل الحديث إلى الحلقة القادمة بإذن الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه.